نروح لوزارة الداخلية واللي مستمرة في جهودها لمواجهة التنظيمات الإرهابية. النهاردة الوزارة أعلنت عن مقتل 6 من عناصر إرهابية خلال تمركزهم بإحدى المناطق الجبلية المتاخمة لطريق أسيوط سوهاج الصحراوي الغربي، وعثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية و2 بندقية خرطوش وكمية من الطلقات وعبوة ناسفة ووسائل إعاشة وبعض الأوراق التنظيمية. لمعرفة كواليس العملية معانا على التليفون سيادة اللواء فؤاد علام الخبير الأمني. مساء الخير يا فندم، ازاي حضرتك؟ الحمد لله، مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا يا سيادة اللواء، قولي تابعت العملية دي ازاي وشايف اهميتها ايه في الوقت الحالي؟ لها دلالات مهمة جدا جدا جدا. اولا واضح انه الاجهزة المعلومات في وزارة الداخلية اصبحت قادرة على اختراق التنظيمات الإرهابية أو حتى المجموعات التي لم تصل إلى حد أن تكون تنظيم، وإنها بتقدر توجه لها ضربات استباقية قبل أن تشرع في تنفيذ أي عملية. ده النقطة الأولى. النقطة الثانية، واضح أن هذه المجموعات لم تعد لديها القدرة لا المادية ولا التسليحية ولا الحصول على مواد المتفجرات ولا أن يكون لهم أنصار داخل المدن وفي وسط المواطنين. النهاردة يمكن ده خامس أو سادس حادث بيشير إلى أنهم يعني بيختفوا في المغارات في الجبال في الصحراء في المناطق وهكذا. الدلالات دي مهمة جدا جدا جدا. النقطة السلبية الوحيدة أنهم لما بيحسهم كمجموعة إرهابية إن الأمن اقترب منهم بيبادروا بإطلاق النار، الأمر اللي بيجبر قوات الأمن إنها تتعامل معاهم وتقضي عليهم. لأن أنا من المؤمنين إن كلما أمكن ضبط مثل هؤلاء وهم أحياء بيبقوا كنز معلومات، إنما رجال الأمن ما بتقدرش تنفذ هذا طبعا. لأن زي ما بقول لحضرتك بيبادروا على طول، أول ما بيستشعر إن في خطر بيبادر بإطلاق النار. صح. طبعا كثافة النار مع قوات الأمن بتبقى أكبر بكتير جدا وإمكاناتهم أكبر بكتير جدا، فبيتعاملوا معاهم وياخدوا عليهم. طيب هل وجودهم، يعني حضرتك قلت لي انه المكان كمان والعثور عليهم في المنطقه الجبليه في طريق اسيوط سوهاج او يعني في المناطق الجبليه عموما، ان ده كمان مهم وله دلاله. فكره ان هم بيلجأوا، يعني هل نقدر نقول ان هم بيلجأوا للصعيد دلوقتي بعد محاصرتهم في سيناء يا سيادة اللواء، ولا شايف الامر ده ازاي؟ بالتاكيد بالتاكيد، مش بس هم دلوقتي بيطلعوا في المناطق الجبليه او الصحراويه بقالهم مده. ده دلالتها ايه؟ دلالتها ان المواطنين اصبح لديهم الوعي، وانهم لما بيحسوا ان في حاجة غريبة او مجموعة غريبة او اي معلومة ما بيبادرهم بابلاغ جهات الامن، وبالتالي بقوا يفضلوا انهم يهربوا للمناطق الصحراوية او الجبلية وخصوصا المغارات في الجبال. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء فؤاد علام، شكرا لحضرتك على هذا التوضيح.